ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين برنامج دكان سارة، وما زلنا في رحلة الإبداع والفنون، بس المرة دي معانا بقى صحافة الهاند ميد وصحافة خان، مفهوم جديد من الإعلام مختلف غير الإعلام اللي احنا بقى تعودنا عليه بتاع التقارير، اسمه صحافة خان. وكمان معانا رحلة من ملكات الهاند ميد وحكايات الهاند ميد التي لا تنتهي. خلونا نتعرف بضيوفنا النهارده والصحفي والاعلامي برضو استاذ مصطفى العطار، مؤسس صحافه خان وصحافه الهاند ميد. اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا ساره. مساء الخير يا نبيل. وبرحب برضو بضيفتي مصممه الاكسسوار استاذه نبيل نصار. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. بدايه كده احنا تعودنا ان الاعلام او الصحفي دايما بيكتب لنا تقارير او منشور معين عن حدث معين، لكن مفهوم جديد اسمه صحافة الهاند ميد وباب جديد مختلف عندك في الجورنان دايما بتكتب فيه اسمه صحافة خان. ايمانا منك قوي بدور المرأة في الهاند ميد وابداعها، وخاصة ان انت مطلق عليهم ملكات الهاند ميد. اكيد ملكات. احكي لي بقى العمود الدائم بتاعك وحكايات الهاند ميد التي لا تنتهي، الفكره جات لك منين؟ مبدئيا هقول مساء الخير يا ساره. مساء الخير يا سامين. انتوا منورين الصحه والجمال. بنورك. سعيد ان انا موجود على شاشه الصحه والجمال للمره الثانيه على التوالي. أهلا يعني وسهلا. فقناه جميله وشاحلوا علينا وعلى كل صناع وصناعات الهاند ميد. مبدئيا بنقول ان احنا من 3 سنين قدرنا نشتغل على ملف الحرف اليدويه. انا كنت شايفه ان هو ملف قوي، داعم للمراه، داعم للصناعه، داعم للانتاج. فقررنا بعد رحله في خلال 2 شهر عملت فيهم حوالي 10 حوارات صحفيه مع مصممات مختلفات، لحد ما لقيت ان الهاند ميد في مصر مفيش حد بيتكلم عنه. ناس بتشتغل كويس جدا وبتطلع منتج عالي جدا بس محدش شايفه. فقررنا ان احنا نأسس نوع جديد من الصحافه واطلقنا عليه صحافه الهاند ميد، يعني صحافه الحرف اليدويه بالبلدي. يعني احنا الصحافه كان صحافه الصنايعيه. الصنايعيه. هو انا من رايي ان مبدع الهاند ميد هو مش صنايع، هو فنان، لان انا عشان اطلع لوحه او اطلع حاجه زي كده مثلا انا بطلعها مش بس بالورقه والقلم قد ما بكون حاسس بيها. يعني أكيد. هو فنان اكتر من ان هو صنايعي. اكيد. أوه. ولكن لقب صنايعيه مصر يعني ابدعه عمر طاهر. انا حابه اكتر ملكات الهاند ميد ومبدعين مصر. هو صنايعي في مهنته. يعني كل واحد بيبدع صنايعي. لا صنايعي في مهنته. بالظبط. يهمنا كمان ان احنا لازم ساره تذكر لنا ان دكان ساره ده بدا عندنا في صحافه خان. دكان ساره انا ابتديت كاتبه، وطبعا كان ليا الشرف ان انا كتبت في صحافه خان من سنه، وانشات لان انا طبعا سايكولوجي، فانشات شويه فكره السايكولوجي بالكتابه اللي نقول الادب الساخر، لان انا من عشاق مدرسه استاذ يوسف معاطي. طبعا بعز جدا الادب الساخر، لانه قد ما انت بتقدم معلومه قويه لما تقدمها بضحكه وابتسامه بتبقى سهله وخفيفه على القلب. فطبعا يشرفني ان انا من كتاب صحافه خان باسم دكان ساره. بعد كده ابتدينا نشتغل على المصممين كلنا على حده، فلقينا الناس بتعمل جلد. اقل حاجه ان احنا نوريها للساده المشاهدين. ابداع والله. ابداع وفن اقل ما يقال عليه. شنطه هاند ميد جلد طبيعي، معموله جلد بشعره. تاخد قد ايه صنع يعني عشان نعمل شنطه زي كده؟ عشان تعمل شنطه زي كده مثلا اقل حاجه هتقعد تعملها في 2 يومين. يعني هتشتغل فيها 2 يومين، يوم هتجيب الجلد ويوم هتدهنه. طب نطلعها لفوق شويه. اهي كده تمام. لو احنا هنقول كده نوريها للساده المشاهدين. ده برضو اللقطه دي مهمه، لان ده جلد بشعره يعني زي ما هو. هي حته تحفه يعني. جميل. عملتها تحفه فنيه. تحفه فنيه. صانعه من صناعات الهاند ميد. والله انا بحييها. تحفه. لازم يعني نأدي التحيه لوفاء محرز. احدى ملكات الهاند ميد. وفاء محرز حد جيد وحد صانع جيد. تمام. عايزين نسمع نبيل نصار. اسمع بقى. تمام. وانا شفت لك تقرير مع استاذ مصطفى العطار في حكايتي مع الهاند ميد. اسمع بقى قصتك في الهاند ميد. انا بدات الهاند ميد من 8 سنين بالظبط. كان حصل دروب في حياتي يعني، وقررت من ساعتها ان انا لازم اقف وقفه جدا مع نفسي. عجبتني سبحه، شكلها كان حلو جدا. بدات اعملها، فلقيت الموضوع سهل. طب اعمل عقد، اعمل انسيال، اعمل غويشه. بدات اعمل بقى، بدات انزل اول معرض كان في عيد الام. بدات اشتغل، حبيت الموضوع جدا جدا. انا بعشق الهاند ميد من وانا صغيره، يعني بحب الكروشيه، بحب التطريز، بحب اي حاجه هاند ميد بحب اعملها. طبعا الفني بتاعك جدا.
فلقيت الموضوع لطيف جدا، ولما حد بيجي ياخد مني حاجه ايه ده انت اللي عاملاه، واو يعني تحفه، حاجه جميله جدا، فبيديني بوزيتيف انرجي عاليه قوي، فبقعد اشتغل اكتر. فالحمد لله بقالي 8 سنين بشتغل فيه. بس طبعا الجميل مصطفى العطار، يعني انا بشتغل بقالي 8 سنين بس اتعرفت من خلاله، بقى من ليا خلال صحافه خان، من خلال وحكايات صحافه الهاند خان، ميد. انا بكتب مقالات صحفيه في صحافه خان، واتعرفت عليه وكان عايز ناس مصممين هاند ميد و يعني منتجات مختلفه، وبعدين كان ليا خبره شويه في الصحافه، فبدات الاثنين مع بعض معايا بصراحه. هو الفنان بيبقى مبدع في جميع اتجاهاته، يعني ممكن تلاقيه كاتب، ممكن تلاقيه صاحب حرفه زي الهاند ميد، او بالظبط ممكن تلاقيه بيرسم. عاده الفنان بيبقى بيحركه اكتر كل حاجه. المشاعر، بصي اي مقال ورؤيته. كتبته حسيته جدا، يعني حسيتي حسيته التجربه، معايا يا اما مع تجربه حد من مريتي بيها، بالظبط تجربه مريتي بيها وحسيتي بمشاعر والم الشخصيه. بالظبط، ولما بكتبها وحد يقراها ويقول لي ايه ده انت بتكتبي عني، بتكتبي يا ببقى مبسوطه جدا، نتيجه لان ده خبرات، احنا حسينا فيه نتيجه حاجات خبرات. كتير. الهاند ميد ده يعني هوايتي المفضلة، يعني لما أكون قاعدة ما وريش حاجة أنا بشتغل، بس وريش حاجة بقعد أشتغل طب قولي لي، أكسسوار. اختيارك للألوان بيعتمد ما بين الصيف والشتاء؟ لا، الصيف محتاج ألوان مثلا أكتر فيها فاير كولر، مثلا الشتاء محتاج ألوان داكنة، ولا أنت لا ده موديل السنة دي بصي براند نيفين؟ أنا طبعا نفسي يبقى ليا براند أكيد إن خاص شاء الله، ليا، إن شاء ونفسي الله. أصدر شغلي للوطن العربي الحقيقة، تمام، وان شاء الله انا يعني عندي طموح كبير، فان شاء الله هوصل اللي انا عايزاه بامر الله، ووصلت الاول خطوه ليا هنا بفضل ربنا سبحانه ان وتعالى، شاء الله. ثم الجميل مصطفى طيب العطار. لحظه، انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. انا اللي هسالك حاجه مهمه جدا. اتفضلي. انت في مره من المرات انت قلت لي انك كنت مؤمن جدا جدا بان اصحاب الهاند ميد والمبدعين دول لازم يكون لهم نقابه. اكيد، يا ريت. الحمد لله رب العالمين، انا ومجموعه معايا، انا عايزاك تبين لي حاليا الموضوع احنا ده. في ناس شغاله على فكره انشاء نقابه للحرف اليدويه، وبيجمعوا صور بطايق وبيحاولوا يوصلوا، ان عشان تعمل نقابه تقريبا محتاج 20,000 شخص عشان تعمل نقابه، 20,000 شخص ده بيمتلك نفس دور المهنه. الصحافه ده احنا القويه. شغالين عليها وداعمين فكره نقابه الحرف اليدويه. ولكن النهارده انا لازم اقول حاجه مهمه جدا. تاريخ النهارده بالنسبه لي هو من اسعد لحظات حياتي، لان اكيد. انتوا الاثنين معايا في نفس الاستوديو، دي حاجه حبيبي، مهمه جدا انا لازم اقولها للساده حبيبي. المشاهدين، ان نشأة دكان ساره كانت في صحافه خان معايا، والنهارده دكان ساره اللي كان مقال وباب في صحافه خان هو النهارده برنامج في التلفزيون. ده فانا شرف دي لينا. بنتي من بناتي، وانا سعيد انها موجوده ووصلت من دكان ساره من سنه في بمقالات، النهارده هي عامله برنامج باسم دكان ساره اللي عملناه سوا. ده نمره واحد. نمرة اتنين، نيفين نصار بدأت معانا صحافة خان برضو من سنة، وتعرفنا عليها ويعني عملنا بعض الإضاءة وبعض الدعم ليها لشغلها والمنتجاتها، والنهاردة نيفين في التلفزيون بتقدم شغلها اللي ما كانش يعني موجود قبل أنا كده. اللي بقى. فأنا النهاردة عايز أقول لكم يعني أنا سعيد جدا جدا احنا اللي ان انتوا الاثنين احنا وصلتوا اسعد للمنطقة دي، مسعد. وان انا معاكم دكان سارة منور، نيفين منورة. منورة كمان. انا بقول باسم ملكات الهاند ميد وباسم كل اللي اشتركوا معاك في صحافة خان، جميل قوي فكرة ان انت تعمل نقابة لأصحاب المهن الحرفية والمهن اليدوية، اللي هو انا موجود وعندي ابداع وعندي فن وعايز اقدم حاجة حقيقية، انا لازم يكون لي نقابة تحميني زي جميع النقابات دي. ده دور الاعلام السليم. هو الصحافة خان مش بس احنا بنبرز المواهب قد ما كمان ايمانا منك بدور المواهب دي ووجودهم في المجتمع. والحمد لله برضو احب اضيف ان احنا في الفتره اللي فاتت عملنا باب في صحافه خان باسم حكايتي مع الهاند ميد، الحمد لله رب العالمين. حكايتي مع الهاند ميد ده حوالي 250 مصممه حكوا حكاياتهم مع الهاند ميد، وازاي بداوا وازاي وصلوا لاحلامهم وازاي عفوا. مهم جدا اسم الحلقه اللي هو المجد، المجد المجد للمراه القويه. القويه. انا داعم جدا للست المصريه، وان هي بتتعب وانها بتشتغل، بتراعي بيتها وبتراعي جوزها وبتاع اولادها وبتودي مدارس، وفي الاخر بتطبخ وبتغسل وبتكنس، ام ومع ذلك مثاليه. ام مثاليه المراه المصريه، وبتنتج في الاخر حاجه بتاعتها، يعني بصي. دي المتعه الحقيقيه فعلا حقيقي. ان بتعمل كل واجباتها الاسريه بلس انها بتنتج حاجه بتاعتها، يعني لما تنتج حاجة وحد طيب. ياخدها منها دي. طيب وريني بقى كده عرض المنتجاتك. بصي ده كردان، على الهوا بقى. ده كردان المفروض ان هو معدن،
اكسسوارات ناس كتير افتكرت ان هو فضل، لكن هو الحقيقي معدن. ده انا بجمعه وبعمل الديزاين ده. وفي عندي الجلد، الجلد طالع موضه كتير جدا وجديد يعني. وجديد وبعدين صيفي وشتوي يعني، عارفه يمشي مع الصيف والشتاء. طبعا. هو انا عاملاه في الديزاين بتاعه معدن برضو، وبلس ان في حجر مرمر. عندي طبعا الفاروز ملك الالوان. ده المحبب لينا كلنا جدا اصلا. ده ملك الالوان في كل حاجه. ده انا بعمل كل حاجه دايما منها، الطقم العقد والغويشه بتاعته بالحلق بتاعه لكل المنتجات. عملت ميداليات برضو بحجر الفاروز. الله جميل. الشكل ده. وعملت الميداليه دي بحجر العقيق. جميل قوي. الاحجار اللي هي متميزه اللي الناس بتحبها. السيلفر طبعا بيليق على كل حاجه. عملت ميداليات عشان الرجاله ما حدش يزعل يعني وما نضايقهم. لا جميل. عملت جميل. لهم حاجه شبيه الفضه بس معدن، اسعارها في متناول الايد يعني. جميل. كل الناس تقدر تاخدها. بصي انا بحييك بصراحه. ميرسي. ربنا يخليك. ميرسي. وفن. والسكارف بقى ده اللي طبيعي العربي يعني. طبعا العربي والشرقي فيه جميل قوي. في نهايه حلقتي لو كانوا بيقول ان المراه نصف المجتمع، لا انا بقول هي مش كمان المجتمع، هي نبض الحياه. تحياتي لكل السيدات، تحياتي لكل المراه القويه المصابره اللي اثبتت وجودها، تحياتي للاستاذه نيفين نصار منوراني، وللصحفي والاعلامي استاذ مصطفى العطار نورتوني. تسلمي يا ساره، وانتم منورين، وسعيد ان انا موجود معاكم في الاستوديو، ان احنا وصلنا للمرحله دي ان احنا الثلاثه موجودين على ترابيزه واحده في استوديو واحد على هوا مباشره. شرف ليا يعني في وسطيكم انتوا الاثنين والله. ميرسي. شاشه الصحه والجمال، انا سعيد ان انا موجود معاكم. شرف لينا. اعزائي المشاهدين، دمتم بالف خير، تصبحوا على الف خير.